أبو المهنا الشاعر الكبير الذي استحق لقب شاعر العصر واستحق أن تقال المرثيات على فراقه، وهو الفقيه والقاضي، وهو رائد الصحافة العمانية في شرق إفريقيا. في عام 1860 كان مولده في قريته محرم بوادي بني رواحة، وقيل في وادي حطاط بمسقط. في ربيعه 18 حان موعد الهجرة إلى زنجبار بصحبة والده، وبعد 5 سنين يعيده الحنين إلى عمان، وبعد 5 أخرى يأخذه ثانية إلى هناك. لم يعرف غيرهما إلا إلى الديار المقدسة. عاصر كثيرا من الأئمة والسلاطين هنا وهناك، وتوثقت علاقته بعلماء عصره هنا وهناك. والده سالم أول معلميه، وابنه المهنا أول طلاب علمه، وأكبر أساتذته هو سعيه واجتهاده. في أكتوبر من عام 1911 نجح في إصدار صحيفة النجاح التي كتب فيها كما كتب في الأهرام المصرية. وفي أكتوبر من عام 1920 رحل عن الدنيا ودفن هناك في زنجبار، تاركا لنا مآثره الكبيرة. فهو من شارك في تأسيس الجمعية العربية بزنجبار، وجمعية تناول المجد، وشركة مطبعة النجاح العربية، وهو صاحب النونية والنهروانية وديوان بحجم قريحته. انتثرت أجوبته وأحكامه القضائية وتقاريضه على مطبوعات المطبعة السلطانية. هو صاحب العقيدة الوهبية واللوامع البرقية والنور المحمدي والنشأة المحمدية والكنوز الصمدية ونثار الجوهر والنفس الرحماني وألواح الأنوار وبحر الأنوار وجواهر الأنوار والنور الوقاد والسياسة والإيمان. هو ناصر بن سالم بن عديم، هو أبو مسلم البهلاني الرواحي.